هنقول لحضرتك ايه المعايير النهارده اللي بيتم عليها اختيار مدرب؟ هل النهارده بجيب الداتا او السي في بتاع المدرب ده بختارها بناء عليه نجح مع اشتغل في كام نادي ونجح في كام نادي؟ النهارده انا هدي نفسي على المثل، مش هتكلم عن حد تاني عشان ما بقاش تجارات فن. انا ايمن الميزاني اشتغل في 6 انديه في الممتاز بيه، صعد باربعه. ما يستحقش النهارده ان انديه الدوري الممتاز تبص على الراجل ده ايه اللي عمله في الفتره الصغيره دي كسن صغير وان انا اخوض التجربه معاه؟ اما هنرجع تاني لنقطه ان الناس مصنفه، ما هي دي النقطه برضه صعبه قوي، انك بتصنف ده راجل بتاع ممتاز بيه وده راجل بتاع ممتاز. لا ده ما يبقى كده بعد اذنك كابتن ايمن، يعني يبقى كده الانديه نصنفها ممتاز بيه ممتاز الف بقى، يبقى الانديه اللي بتصعد. لا لا ايوه بقول لحضرتك بندور على الغلط، النادي اللي بيصعد ده يبقى ما ينفعش. الانديه بقول لحضرتك بتوفر على نفسها الانتقاد وبتوفر على نفسها الجماهير ان هي تهاجمها، بجيب الاسم الكبير وبحطه في النادي، هل هو هيقدر يخدمني في المرحله دي او بتاع المرحله دي معايا ولا لا؟ لكن انا جايب اسم، يوم ما الجماهير بتتكلم انا جايب اسم المدرب الفلاني الفلاني هو اللي هيشيل المسؤوليه. بعد كابتن حسن شحاته، طب والاسم الكبير ده جه منين؟ لا كابتن حسن شحاته التاريخ الكبير اللي عمله مع منتخب مصر، هو كان بيدرب هو في الممتاز بيه مع المقاولين. لو ما اتخطرش باختيار الكابتن حسن ما كانش بقى كابتن حسن. كابتن حسن كان اختاروه مدرب منتخب مصر وهو مدرب في الممتاز بيه، ده حقيقي. فبص حضرتك المعايير بقى والجراءه، وان مجلس الاداره لازم يكون جريء وياخد الخطوه في حاجه زي كده، وبرده خدها بمعايير، ما تاخدش اي واحد تشغل. لا شوف النهارده الريسي في بتاع الراجل ده، الراجل ده اشتغل فين، الراجل ده نجح فين، وبعد كده قيم.